مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده من هاشتاج اهلي. زي ما انتم عارفين هاشتاج اهلي بنشوف كل اللي موجود على السوشيال ميديا سواء فيسبوك او تويتر او انستغرام، وبنشوف ايه اكتر حاجه شغله دماغ الناس على السوشيال ميديا وبنجيبها لحضراتكم هنا. تابعونا دايما على السوشيال ميديا بتاعتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام على هاشتاج بالفرانكو. زي ما انتم عارفين بيكون معانا سؤال او موضوع بنتكلم فيه في اخر الحلقه، وبناخد اراء حضراتكم اللي بتبعتوها لنا على سواء فيسبوك برده او تويتر او انستغرام. تعالوا نشوف سؤال حلقه النهارده من هاشتاج بيقول ايه. متى حقق الأهلي أول لقب في كأس مصر؟ خلينا أقول لكم هيكون معانا إيه النهارده في هاشتاج أهلي قبل ما نبتدي حلقتنا. سعد سمير نسر الموسم في الأهلي. واستياء إعلامي من تصرفات بعثة الفيصلي الأردني. محمد النني بطل الدرع الخيرية مع أرسنال. خلونا نبتدي يعني ونشوف ايه اللي كان شاغل السوشيال ميديا. انا عايز ابتدي الاول طبعا بالحدث المؤسف اللي حصل امبارح من لعيبه الفيصلي الاردني والاداره والناس كلها، والمشهد اللي احنا شفناه الناس كلها مفيش كلام على السوشيال ميديا طبعا سواء على تويتر او على فيسبوك. لسه عندنا حاجات في الحلقه عن الموضوع، ولكن انا عايز اتكلم شويه عن الموضوع. يمكن عرفنا ان في ناس اتقبض عليها 38 واحد من جمهور الفيصلي الاردني واتخلى سبيلهم الساعه 8 الصبح. طب انا عايز اقول حاجه برضو، شابوه بصراحه الوايت نايتس، شابوه الالترس بتاع النادي الاهلي ان هم قطعوا البطوله العربيه ما راحوش، والناس كتير يمكن اللي اتحبسوا منهم او اي شغب. طب الشغب ده لو حصل من وايت نايتس او من الالترس الاهلي كانوا هيبقوا فين دلوقتي؟ يبقى ولا حد يعرف عنهم حاجة طبعا، كانوا يبقوا متاخدين. ولكن احنا شفنا النهاردة اخلاء سبيل ال 38 واحد اللي اتمسكوا امبارح في احداث الشغب اللي حصلت في مباراة الترجي والفيصلي. شابوه اللي بصراحة الالترس نادي الاهلي والوايت نايتس اللي هم قطعوا البطولة العربية. وفي الاخر هنخلينا نقول البطولة العربية قربت فعلا الاخوة العرب من بعض زي ما احنا شفنا امبارح. هنروح على فيسبوك نشوف كان عليه ايه، والبداية مع مدافع الاهلي ومنتخب مصر سعد الدين سمير، واللي حصل طبعا على لقب نسر الموسم في الاهلي بناء على التصويت اللي اجراه الحساب الرسمي للنادي الاهلي على الفيسبوك. تعالوا نشوف سعد سمير قال ايه بعد ما حصل على احسن لاعب هذا الموسم. طبعا اعرب سعد عن سعادته باختياره الافضل وكتب تغريده على حسابه على فيسبوك. تعال نشوف قال فيها ايه. تغريده على تويتر متهيألي مش على فيسبوك، وكتب شكرا لكل جمهور النادي الاهلي على جائزه افضل لاعب في الموسم، ولما تكون طبعا مدافع وتتكرم كافضل لاعب مش افضل مدافع ده بيخلي فيه مسؤوليه اكبر وتركيز وخوف اكتر، لان دي ثقه كبيره من جمهور ما بيقبلش الا انك تكون رقم واحد وانك دايما عينك تكون على المكسب. بس انا بصراحه شايف ان اقل من اني اكون افضل لاعب، في ناس كتير تعبت على مدار موسم وغالبا كل الفرق بتستحق تكون افضل لاعب. مفيش حد في الدنيا بيقدر يحقق حاجه او يعمل حاجه لوحده. اللي يستحق الشكر طبعا هم زملائي كلهم والجهاز الفني. شكرا لكل حد كان بيدعمني او شايف فيا حاجه كويسه، ودول كانوا قليلين. وشكرا لكل اللي انتقد وشتم وقال حاجات كتير، وهي الكوره كده اليوم بيومه، ومع اول غلطه واول خطا هيكون في انتقاد، وده طبيعي. احنا مش ملايكه عشان ما نغلطش، واللي مش بيغلط في شغله اكيد مش هيتعلم ابدا. شكرا ليكم على الدعم والمسانده والثقه، واتمنى ان اكون دائما عند حسن الظن وعلى قدر المسؤوليه مع نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي اعظم نادي. ده كان يعني سعد بعد ما حصل على جائزه احسن لاعب في الموسم، كان كتب على تويتر التغريده اللي انا قريتها لحضراتكم. بعد اعلان الجائزه حصل حوار لطيف جدا ما بين سعد سمير وشريف اكرامي. تعالوا نستعرضه مع بعض ونشوف سعد قال ايه وشريف قال ايه لسعد. البدايه مع شريف اكرامي واللي غرد على حسابه على تويتر وكتب صخره وهداف، لا كده كتير بس الصراحه تستاهل. طبعا سعد سمير ما سكتش ورد على اكرامي وكتب له حبيبي يا وحش افريقيا، بفضل ربنا وتعبك وتعب كل الرجاله في الفرقه، بس بالمناسبه دي اعزمني على حاجه بقى.
رد اكرامي على سعد وقال له ينفع كده سعد، يعني دخل اكيد ناس عملت منشن لشريف اكرامي وكتبوا له حاجات، لكن سعد معروف بخفه دمه وقال لاكرامي لا انا الاكونت عندي طبعا عباره عن موجه كوميدي فخلي بالك بقى عشان اللي جاي كتير. عايز اروح بقى للتصرفات غير المقبوله طبعا واللي حصلت في مباراه امس ما بين الترجي والفيصلي واللي صدرت من بعثه الفيصلي الاردني امبارح، اقل ما توصف به هو الهمجيه لانه لا يجوز الظهور بهذه الصوره حتى ولو خسر الفريق بطوله مهمه. وكمان صدروا ازمه كبيره للسفير الاردني في القاهره واللي راح بنفسه مديريه امن الاسكندريه واعتذر عن تجاوزات الجهاز الفني ولاعبي واعضاء بعثه فريق فيصلي الاردني، وده اللي تناولته الاعلام والسوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت. طبعا يعني خلينا نقول السفير راح وناس راحت، طب وكابتن ابراهيم نور الدين اللي اتضرب امبارح مين هيجيب حقه؟ الناس الحاجات اللي حصلت، يعني هو انتوا يا جماعه خلينا اقول حاجه، هو الجون مش اوفسايد، الجون اوفسايد مليون في الميه، خمس لعيبه اوفسايد. طب انتوا لو بتلعبوا على كاس عالم كنتوا عملتوا ايه؟ ولا بتلعبوا مثلا على بطوله افريقيا ولا بطوله اسيا كنتوا هتعملوا ايه؟ يعني اخطاء تحكيميه في البطوله من اول ماتش، اخطاء تحكيميه يمكن وصلت فرق للنهائي وظلمت فرق ان هي ما توصلش للنهائي، ولكن الاخطاء التحكيميه موجوده ويمكن النادي الاهلي اتظلم في الاخطاء التحكيميه، وهو يعني هي دي اللعبه، هي في الاخر لعبه. وخلينا ما نحملش ابراهيم نور الدين، لا كمان كابتن ايمن دجيش واقف غلط متمركز غلط، يمكن هو السبب في ان هو ما حسبش الجول اوفسايد، ولكن الجول اوفسايد بنسبه الناس كلها، الناس مش مستنيه نطلع اقول الجول اوفسايد، لا ده هو اللعمه هيشوف ان الجول اوفسايد، ولكن هي في الاخر اخطاء تحكيميه وارده في اي ملعب في العالم مش عندنا بس، ولكن هي في الاخر بطوله وديه، وزي ما بتقولوا هي البطوله العربيه الوديه معموله عشان تقرب الشعوب العربيه من بعض، مش عشان الشعوب العربيه تضرب في بعض وتكسر الكراسي ونضرب الحكام ونضرب بعض ونحبس الجماهير وفي الاخر نرجع نقول يا جماعه ولا حصل اي حاجه حقكم علينا. طيب تعالوا نستعرض معاكم في البدايه فيديو اللي اتعرض فيه الحكم الدولي ابراهيم نور الدين للاسف لهجوم عنيف من لاعبي الفيصلي وبعض جماهير الفريق واللي نزلوا ارضيه الملعب عقب نهايه مباراه الترجي في البطوله العربيه في مشهد بصراحه مش مؤسف، في مشهد يعني ما يتشافش بصراحه من الاشقاء العرب. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. مباراتين يروح نهائي يعني طبعا لاحظ الاحداث طبيعيه بتحصل، وانا قاعد فوق صراحه كنت ما اتمنى هذا، لاحظ اللي قاعد اشوفه الحكم هذه اللقطات بعد المباراه صراحه اخوي اسامه يعني صراحه يعني منظر مخزي. لجنه منظمه تتحمل الامور اللي قاعدين نشوفها، عمليه يعني صراحه مش طبيعيه جدا، اجراء مش طبيعي، يعني ما اعرف يعني الاجراء صراحه اللي قاعدين نشوفه مفروض اللجنه المنظمه كان يعني زي ما احنا شايفين. يمكن كمان اتقال من شويه ان اللجنه المنظمه خدت قرار بحرمان الفيصلي الاردني من المشاركه في البطوله العربيه 5 سنين، هو المفروض مش يتحرم 5 سنين بصراحه يا جماعه، يتحرم يعني بقيه العمر يعني بالمنظر اللي احنا شفناه ده. احنا مستنيين بقى حق كابتن ابراهيم نور الدين اللي اتضرب من اتحاد الكره، عايزين نشوف ايه الخطوه اللي جايه، عايزين نعرف الجماهير اللي دخلت بالليل اتعشت بس مع الناس وخرجت الصبح، واحنا عندنا الالترس بتوعنا بيخشوا محدش يعرف عنهم حاجه بصراحه، ام ده بتبقى بتدور عليه ما بتلاقوش ما بتشوفوش خالص تاني بيختفي. بس يعني خلينا نقول نشوف الناس قالت ايه عن الفيديو المؤسف اللي احنا عرضناه والبدايه مع الكابتن خالد بيومي المحلل الرياضي طبعا الكبير، واللي قال السؤال الثاني اين الاعلام المصري بعد تحامله على شباب مصر في مباريات كره القدم؟ لم نسمع واحد منهم يتحدث عن تجاوزات جماهير الفيصلي. اما زميلنا الاعلامي طبعا الاستاذ محمد الليسي فكتب مين هيجيب حق ابراهيم نور الدين، اتحاد الكوره ولا الاتحاد العربي؟ ما اتفرجتوش على الماتش واللي بيحصل كان لازم، والحكم كان لازم يلغي الماتش، وكرامه الانسان بالدنيا طبعا اكيد زي ما انتم عارفين اي حد عنده كرامته دي خط احمر يعني. اما نجم الاهلي السابق ومنتخب مصر محمد ناجي جده فقال رد على تغريده، يعني هو رد على تويتر بصراحه، انا شفت التغريده دي امبارح بصراحه شابوه لمحمد ناجي جده اللي كان الملك الاردني بيهنئ فيها فريق الفيصلي على المركز الثاني، وكتب له مفيش كلمه فخامه الملك عن الشغب والضرب لحكم المباراه من جانب فريقكم. يعني هو يعني طبعا محمد ناجي جده هو مستاء جدا من اللي حصل واكيد بيعمل تويته يعني عايز يقول فين حق الراجل اللي اتضرب. طيب يعني خلينا نشوف كمان بلال علام المعلق الرياضي استاء كمان جدا من اللي حصل وكتب على الموقف اللي حصل مع حكمنا المصري ما حدث مع ابراهيم نور الدين اجرام، المنظر مستفز، هناك عائله ليه بتتابع حتى وان اخطا. بصراحه عندك حق بلال، هو حتى لو اخطا احنا مش هنعدمه في الملعب يعني.
وده كمان بعد ما تعرض لحالة إغماء امبارح. أحمد عادل عبد المنعم في تمرين الفريق وجه أحمد عادل رسالة شكر لكل الناس اللي اطمنت عليه بتغريدة كتبها حارس الأهلي على حسابه على تويتر. كتب فيها: شكرا لكل اللي سأل عليا واطمن عليا، أنا الحمد لله بقيت كويس، ألف سلامة. يمكن أحمد عادل اتعرض لحالة إغماء أثناء التمرين ولكن هو دلوقتي حالته مستقرة. ألف سلامة عليك يا أحمد عادل. كمان احتفل محمد النني لاعب وسط منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي بالحصول على ثاني ألقابه مع الفريق اللندني، وحيث كمان نشر صورة ليه وهو بيحمل الدرع الخيرية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. زي ما انتم شايفين قدامنا دي ثاني بطولة بيحصل عليها محمد النني مع أرسنال والسادسة ليه في تاريخه. كمان أعرب ساب مرسي لاعب منتخب مصر ووجه الإنجليزي الحالي عن سعادته الغامرة بحصول مواطنه محمد النني على بطولة الدرع الخيرية مع أرسنال الإنجليزي، والذي تغلب على تشيلسي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح كانت في المباراة اللي جمعت ما بينهم على ملعب ويمبلي. وكتب سام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: محمد النني وتشاكا كانوا نجمي أرسنال. أما الفنان محمود البزاوي فكتب: دعوة محمد صلاح اتحققت، والنني بقى أول لاعب مصري بيفوز بالدرع الخيرية، مبروك يا كابتن النني، وياريت صلاح والنني يدعو لرمضان صبحي وكمان حجازي. نروح كمان لمحمود فتح الله، واللي يعني نشر موقع رسمي النادي النجم اللبناني اليوم فيديو المؤتمر الصحفي للإعلان عن تعاقده رسميا مع محمود فتح الله مدافع الإنتاج الحربي لتدعيم دفاع الفريق، وده قبل انطلاق الموسم الجديد في صفقة انتقال حر. هنشوف الفيديو اللي نشرته ونرجع تاني. كل التوفيق طبعا لمحمود فتح الله مع نادي النجم اللبناني. محمود فتح الله لعيب محترم، لعيب كبير، يعني كان نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك، مثل منتخب مصر في اكتر من بطوله. كل التوفيق ليك ان شاء الله في محطه جديده في لبنان، وكل التوفيق لكل محترفينا في الخارج. كمان سافرت بعثه فريق ريال مدريد الاسباني الى العاصمه مقدونيا صباح اليوم الاثنين لمواجهه مانشستر يونايتد الانجليزي، وده هيكون في كاس السوبر الاوروبي. ونشر الموقع الرسمي للنادي طبعا صور مغادره البعثه من مطار بخراس في العاصمة الأسبانية مدريد. دي كانت أخبارنا على تويتر. تعالوا نروح على إنستغرام، والبداية مع أحمد عادل عبد المنعم اللي كتب برضو بوست على إنستغرام لزميله عمرو جمال، قال له فيه: عامل فيها صاحبي بس وتخبطني في دماغي في التمرين يا ابن، ركز إكرامي واقف هناك. طبعا اكيد كان بيشاور على اكرامي واقف هناك وعمرو جمال اللي ضربه. ليه كده عمرو جمال بتفتير على احمد عادل؟ ليه ده غلبان؟ كمان نشر عبد الله السعيد صوره سيلفي مع زميله شريف اكرامي على الستوري الخاص بيه على انستغرام، وده خلال تواجدهم في حمام السباحه. كان عبد الله كده قاعد في البول وشريف قاعد فوق بيستجمه قبل مباراه الاهلي وسموحه. كمان اتعرض سعد سمير لسرقة حسابه على انستجرام، بس الحمد لله قدر يرجعه تاني. لكن سعد كتب بوست فكاهي جدا على الصورة اللي نشرها ليه بعد استعادة الاكاونت بتاعه. كتب فيه: تم سرقة الاكاونت امبارح الساعة 9 مساء والحمد لله تم رجوعه الان، بس المرة دي كان حرامي محترم بصراحة. طب الحمد لله اللي انت وقعت في حرامي محترم يا سعد، يعني المرة الجاية خلي بالك لو وقعت في حرامي مش محترم مش هتشوف الاكاونت ده تاني. كمان نشر محمود حسن تريزيجيه صوره مع حارس مرمى منتخب مصر لكره اليد كريم هنداوي، وكتب لاعبنا الدولي على البوست: اتمنى التوفيق ليك في مشوارك مع بشكتاش التركي. كمان استعرض حساب الرسمي لنادي ارسنال الانجليزي فوزه بالدرع الخيريه، وده على حساب تشيلسي، ونشر صور للفريق مع الدرع عقب المباراه.
خلص اخبارنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام. تعالوا نشوف فقره الفيديوهات اللي بنكون جايبينها لكم في هاشتاج اهلي. والبدايه مع الايفواري ديدي دروجبا اللي احرز هدف. طبعا ديدي دروجبا نجم تشيلسي السابق ولاعب فينكس دلوقتي احرز هدفا رائعا من ركله ثابته في المباراه واللي جمعت فريقه مع فريق لوس انجلوس جالاكسي ضمن منافسات دوري الدرجه الثانيه. تعالوا نشوف هدف دروجبا ونرجع تاني. Drogba goes for power. Oh my goodness. An absolute thunderbolt from the Ivorian. It's Drogba at his best. Wow. 1-0 to Phoenix. Well, I think the goal set. كمان نشرت صفحة فوتبول ستاف فيديو طريف لأرسنال لأرسن فينجر المدير الفني الفرنسي وحارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، وده بعد المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين بالأمس على لقب الدرع الخيرية. هنشوف الفيديو ونرجع تاني. كمان نشرت صفحة باريس سان جيرمان على تويتر مقطع فيديو الجماهير للجماهير خلال استقبالها الرائع للاعب في ملعب الإمارات. تعالوا نشوف الفيديو اللي نشرته صفحة باريس سان جيرمان ونرجع تاني. طيب دي كانت اخبارنا وفيديوهاتنا النهارده من هاشتاج اهلي. تعالوا نرجع لسؤال حلقه النهارده ونقرا شويه كومنتات من اللي حضراتكم بعتوها لنا. السؤال كان بيقول متى حقق الاهلي اول لقب في بطوله كاس مصر؟ وتعالوا نشوف الناس كتبت ايه. والبدايه مع احمد فنون، اعتقد سنه 23 كان اول كاس بس مش متاكد. سعد الكره المصريه، حبيبي يا عم سعد، ان شاء الله الاهلي قادر على حصد الكاس هذا الموسم، وكان سنه 1923. احمد ابو علي كتب بطوله 23-24 حقق الاهلي لاول مره في تاريخه البطوله، واجه الاهلي في النهائي فريق السكه الحديد وكسب 4-1 وحقق اللقب. احلى مسا عليك من الغردقه كابتن يحيى، احلى مسا عليك يا عم ابو علي. ساجد الاهلاوي كتب 23، تحياتي ليك يا يحيى، تحياتي ليك يا عم ساجد. سعد محمد 23، مساء الخير عليك يا سعد. يوسف محمد، حبيبي يا كابتن يحيى، يوسف بن سوهاج، حبيبي عم يوسف، ومسا مسا على كل اهل سوهاج. وكان 1923 والماتش كان 4-1 مع السكه الحديد. عبد الرحمن اشرف، حبيبي عم عبد الرحمن، برضه من سوهاج، ده في ناس كتير والله من سوهاج. محمد عبده كتب 1923. ميزو كتب مش مهم اول لقب كان امتى، لكن المهم ان الاهلي افضل نادي في مصر وافريقيا حصولا على البطولات المحليه وافريقيه. ماشي. مازن من شنوان، على العموم كانت سنه 23. ماشي عم مازن. مصطفى ماهر كتب مساء الخير يا كابتن يحيى، مساء الفل يا مصطفى. سنه 1923 وفاز امام السكه 4-1، وان شاء الله كاس مصر السنه دي الاهلي ولعبتنا رجاله وقد المسؤوليه. اروى كتبت 23، وان شاء الله كاس السنه دي اهلاوي. احمد كامل كتب 1923. احمد خليل، حبيبي كابتن يحيى، تحياتي لاحلى اعلام في مصر، حبيبي يا عم احمد والله. الاهلي قادر على تحقيق اللقب الكاس هذا الموسم. يعني انا شايف الناس كلها عرفت ان هو اول لقب كان 1923 بصراحه. طب تعالى نشوف نسخه كان على انستغرام نفس كان نفس اراء ولا كان عندهم اختلاف، مثلا خلوه 24-25. تعالى نشوف كده. يعني الناس كلها برضو على حتى على انستغرام كاتبين برضو 23. يعني هي دي كانت اراء الناس، كل الناس كانت بتقول 23. نتمنى فوز ان شاء الله الاهلي السنه دي بالكاس ان شاء الله، والفوز اللي سموها في ربع النهائي ونوصل للنهائي ان شاء الله، ويكون نتوج بالكاس ان شاء الله. الغائب عن القلعه الحمراء بقاله منذ فتره، يمكن اكثر من 10 سنين للاسف. بيكون خلصت حلقتنا النهارده من هاشتاج اهلي. ما تنسوش تابعونا على السوشيال ميديا بتاعنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام على هاشتاج بالفرانكو. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من هاشتاج. سلام عليكم.